بسم الله الرحمن الرحيم. بلدة اليادودة قصف مدفعي عنيف بالدبابات وبالمدفعية الثقيلة من كتيبة المدفعية التي بجانب البانوراما، وتم تدمير معظم بيوت هذه البلدة المنكوبة. أهالي اليادودة نزحوا منها، لا يوجد فيها ولا إنسان في بلدة اليادودة، كلهم نزحوا إلى الأردن وإلى المناطق الأخرى من بلد إلى بلد. ماذا فعلت هذه قذائف الدبابات في بيوت المدنيين التي رجمت بيوت البلدة بشكل كامل؟ ومعنا من أهالي البلدة الأخي الكريم، يعني كما نلاحظ دمار، نزوح عائلات، تقطيع كهرباء، لا يوجد حياة نهائيا في بلدة اليادودة. قام الأمن السوري بالقصف، برتل، نعم، من درعا إلى حجز اليادودة، نعم، كي يلقي إليهم المونة، الأكل، الخبز، الطعام، نعم، للحاجز، نعم. وقام الجيش الحر بضرب الدبابات بشكل عنيف، وقام الجيش النظامي بقصف مقر البلدية، نعم، هذا مقر بلدية من مرافق العامة للدولة، نعم، نعم، وقام بقصف بعض الدور بشكل كامل، نعم. فهذا النظام المجرم لا يستثني لا حجرا ولا إنسا ولا شيء، دمر المرافق العامة للدولة ودمر كل شيء، وبيوت المدنيين انتقامه بشكل دائم للمدنيين. والله يا أيها العرب، سنقيم ثورة عربية كبرى في الوطن العربي بأكمله إن لم توقفوا هذا الأسد المجرم. لماذا يخرج علينا بوطين ويخرج رئيس أمريكا ورئيس فرنسا بتنديدات وتصريحات كلها فارغة وتافهة، عندما وضعوا مالي في رؤوسهم، دخلوا إليها وكادوا أن يحتلوها بشكل نهائي؟ أما الشعب العربي المسلم السني الذي يذبح ويقتل ويدمر وتنتهك أعراضه وكل شيء فعل هذا النظام المجرم من ألوان الإجرام، ساكتون صامتون، لكننا نحن الصابرون والصامدون، وسننطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي التي هي راية النصر وهي راية التوحيد، وسننتصر على هذا النظام المجرم، وسيسقط بشار بإذن الله.